شكرا للزميل عبير النقبي على هذه الجولة الصحفية. متواصلين معكم مشاهدينا وفقراتنا كيف راح تستمر إن شاء الله في هذا اليوم الجميل، وننتقل إلى موضوع آخر من مواضيع صباح الشارقة، حيث يسعى كل موظف إلى تحقيق النجاح والارتقاء في مجاله، لكن درب التميز يتطلب الاحتراف في العمل وتحمل المسؤولية للقيام بكافة المهام على أكمل وجه. فكيف يمكن تحقيق الاحترافية في العمل؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال ضيفتنا الأستاذة عائشة الزعابي، وهي خبير تطوير شخصي ومهني معنا عبر خاصية الاتصال المرئي. صباح الخير ونور سرور، يعطيك العافية أستاذة عائشة. مرحبا بكم، صباحكم همة ونشاط يا رب. صباح الخير ونور سرور، يعطيك العافية أستاذة. في البداية، يعني كيف يمكن تعريف مفهوم الاحترافية في العمل بمعناها الشامل؟ أنا بختصر كل هالأمور عن بالنسبة طبعا الاحترافية في العمل. نعم. أبدأ بالحديث، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم. خلصنا اختصار لجميع مفهوم أو المفهوم الشامل للاحترافية. أنا لما أقول شخص محترف، علي أساس أقول إن هذا شخص محترف مهنيا؟ الإنسان لما يكون محترف تكون عنده جميع الكفاءات المهنية اللازمة، والكفاءات عبارة عن نقول عنها الخبرة، عبارة عن المعرفة، عبارة عن المهارات اللازمة في مجاله. نعم. علشان هو يؤدي عمله على أكمل وجه. فأنت هني بهالطريقة إذا كانت عندك الكفاءات كلها مكتملة وكلها عالية، وطبعاً أنا ما أقول إنه مكتملة خلاص إنه ما في مجال إني أطور، لا بالعكس، إن الإنسان دائماً في حالة تطوير مستمرة. فإذا أنا عندي الكفاءات هي المهنية الخاصة بمهنتي. نعم. الكفاءة السلوكية الخاصة بتعاملي مع الموظفين، تعاملي مع ذاتي، تعاملي مع المشاكل، والكفاءة القيادية كيف أنا أقوم بقيادة المشاريع اللي أنا ماسكنها أو قيادة فريق العمل أو قيادة ذاتي طبعاً. نعم. فإذا إذا أنا كنت عندي هذه الكفاءات كاملة وقابلة للتطوير، إذا أنا هني أقول أنا نعم محترف مهنيا. جميل جميل أستاذة عائشة، يعني نتكلم عن القواعد الذهبية صح التعبير اللي يجب الواحد أن يأخذها بعين الاعتبار لتحقيق طبعا الاحترافية في العمل. خليني أقول لك، إحنا مرات لما نبغى نروح عند طبيب معين. نعم. أو طبيب شخص معين، طبيب يعني في مجال معين، دائما تسأل تقول هو شو خبرته المهنية، كم هو ممارس، حتى إحنا يعني في مجالنا ككوتش واستشارات مستشارين، فدائما أنا دائما أنصحهم أقول لهم شوفوا هالشخص مش مجرد بس شهادة، هو كم مارس هذه المهنة. صحيح. كم سنة ممارسته، كم قصص النجاح وراء هذه الممارسة. فلذلك أنا أقول دائما للموظفين إذا أنت تبغى تحترف أو موظف أو كان رياضي أو كان طبيب، كل في مجال عمله. نعم. لابد من الممارسة. إذا أنا كان عندي بس مجرد علم وما مارست، فالموضوع راح يكون نظري وما راح أقدر أطبق فعليا، وما راح تكون هناك نتائج واضحة. وبعد غير النتائج ما راح يكون في جودة في العمل. إذا أنا علشان أوصل للاحترافية لازم النتائج والمخرجات تكون بجودة عالية وتكون فيها نتائج ملحوظة، إضافة تكون طبعا ممارسة مستمرة. علشان أنا أوصل لهالشيء شو اللي أسوي؟ طبعا وايد مهم مثل ما قلنا، أنت مارس اللي دراسته، مارس المعلومة اللي جتك. نعم. مارس في العمل. دائما أنصح الموظفين، بما أننا خبرتي في هالمجال يعني خبرة طويلة. نعم. وخبرة في تطوير الموظفين exactly يعني specially. فدائما أنصحهم أنه دائما أي مهارة أنتوا تكتسبونها في العمل ما راح تضيع. فحاولوا قدر الإمكان إذا تيكم أي مسؤوليات إضافية، أي مهام إضافية، لا تزعلون منها، لا تتضايقون. دائما قولوا إن هذه الحين فرصة لأني أنا أتعلم، فرصة لأني أنا أصقل مهاراتي، فرصة لأني أنا أحترف. نعم. بهذا الطريق أنت تميز الشخص. الحين إحنا كنا نقول إحنا نبغى موظف شمولي. كيف موظف شمولي اللي ممكن يسوي كل شيء؟ يسوي. نعم. كل شيء في حدود وظيفته، وأكثر إذا انطلب منه. نعم. أنت كل ما تنحط سبحان الله بموقف صعب أو في مهام صعبة، أنت هني تنصقل مهارتك إذا عرفت تتعامل معها بطريقة صحيحة. نعم. لذلك أنا أقول للموظفين يعني عشان توصل للاحترافية في شيئين مهمين لازم لازم لازم، أو خلني أضيفها ثلاثة أشياء بعد مهمين أنك تحطيها في بالك. أولا النفسية، نفسيتك أنت كموظف. نعم. ثانيا التعامل الاجتماعي
التعامل اجتماعيا مع ربعك في الدوام او في منو ما كان في مجالك. نعم. ثالثا مهنيا طبعا اللي هي المهارات. نفسيا لا نخلط نفسيتنا او مشاكلنا سواء كانت خارج العمل ونحطها في داخل العمل او نعم. بالعكس من العمل نوديها للبيت، ما نخلط، نفصل. ثاني شيء نبتعد كل الابتعاد عن الحزازيات، يعني اكثر الحزازيات اللي تستوي في بيئه العمل على سبب شو؟ انه يمكن هو قصده شيء او يمكن هو قصده شيء، يعني الظن. فلا تظن وخذ الامور باحترافيه تامه وبمهنيه تامه. يعني في النهايه احنا موظفين جايين علشان نؤدي عمل ما، نؤدي مهام ما، نرتقي ونصل باهداف المؤسسه. اذا انا علي كموظف نعم. عنصر فعال وهام، وابتعد عن هالامور اللي هي ممكن تؤثر في نفسيتي، اللي هي ممكن تخرب على انتاجيتي. فلذلك صحيح. لازم افهم هذه الامور عدل وافصل نفسيتي، واحاول طبعا دائما اكون ايجابي، دائما اكون معطاء، دائما اكون مبادر. نعم. هذا الشيء يصب في مصلحتي او بعدين مصلحه المؤسسه، مصلحه المجتمع، مصلحه صحيح. بلادنا صحيح. فلذلك احنا لابد ان نهتم بنفسيتنا. الشيء الثاني العامل الاجتماعي، انا تعامل اجتماعي، التواصل الفعال بيني وبين الموظفين وايد مهم اني انا افهم كيف اتواصل مع موظفيني او مع الموظفين من حولي او مع كل من حولي. لابد ان يكون عندي ذكاء عاطفي عالي، ما افهم الاشخاص يلعب غلط، او ان مثلا احاول يعني اكون مشكلتي او مثلا ان ما اذا اعطوني مهام زياده ابدا يعني مودي يخترب واتواصل بطريقه. فذا لابد اني انا اختار الالفاظ الصحيحه، الالفاظ الرسميه، الاخلاق العاليه، الاخلاق اللي هي تاهلني اني انا اتحدث مع من حولي برسميه بطاقه ايجابيه، مش بس نعم. ان انا اخلاقياتي مش حلوه مع الموظفين من حولي. فهل الامور الاجتماعيه والذكاء العاطفي لابد ان يكون وايد عالي عندي. الشيء الثاني اللي هي تكلمنا عنها المهنيه، الجانب المهني، الجانب المهني مثل ما قلنا ان لابد اني انا تكون عندي مهارات واكتسب المهارات. زين اذا انا بكتسب المهارات اذا بيدخل عندي عامل تنظيم الوقت. نعم. إذا أنا عشان أكون محترف لابد أني أنا أعرف كيف مثلا أنظم وقتي وكيف أحافظ على سرعتي. نعم. بالتالي كذلك نرجع حق نقطة أن أنا كيف تكون عندي إنتاجية عالية مع جودة عالية. فهالأمور كلها مرتبطة. جميل. إضافة إلى ذلك بالجانب المهني، عشان أنا أكون إنسان محترف أو موظف محترف سواء كنا في مؤسسة معينة أو جانب رياضي أو جانب طبي وشو ما كان مهنتنا او الاعلامي، لابد اني انا اقرا شو الاشياء الجديده، شو التحديثات الجديده في مجال نعم. عملي. لابد أكون اني اكون مطلع. استاذه عائشه عفوا، اكون مطلع على يعني خصوصا في مجالي، اكون مطلع على الاشياء الجديده اللي اضيفت او الاساليب الجديده اللي اضيفت، عشان اكون بعد مو بس موظف يعني مميز، اكون موظف مبتكر، اكون موظف مبدع. وهذه النقاط جدا مهمه صح. اليوم يعني وتميز اليوم الشخص في وظيفته عن يعني عن شخص آخر يعني أو حتى عن زميل آخر. فأكيد هذا هذه النقاط اللي ذكرتيها جدا مهمة. ولكن يعني نرجع حتى شوية ما بين النقطة اللي ذكرتيها، وأن اليوم الواحد ممكن يواجه يعني الشخصيات هذه، وكيف يندمج مع الشخصيات اللي شوية تكون صعبة في التعامل، أو أنه إن صح التعبير يتعايش مع كل من حوله في بيئة العمل. لأن مثل ما قلنا اليوم أن الإنسان يومي بيشتغل أو بيعمل هي مبدأ أن أنا أقدم ما لدي خدمة للمؤسسة أو المكان اللي أنا أعمل فيه، وكذلك أؤدي عمل لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن أنت ربطتي في بداية الحلقة الكمال، يعني كمال أني أنا أشتغل بداية لوجه الله سبحانه وتعالى عشان يكون عملي فيه إخلاص. أستاذة عائشة صحيح صحيح، بارك الله فيك. نعم. أنت ذكرت نقطة وايد مهمة. نعم ذكرنا بداية الحلقة أن الإتقان في العمل عشان يكون وجه الله سبحانه وتعالى، وقلت كلمة وايد مهمة أن أنا أتميز، أنا كيف بتميز. نعم. لذلك تلاقي في كثير من الموظفين هم كعملياً مهنياً كإنتاجية متميزين، لكن تعال كتعامل مع الأشخاص من حولهم عندهم هاي المهارة ضعيفة جداً. صح. علشان شي قلنا الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي مهم جداً، اللي هو يخليني أنا أتعامل مع الشخصيات اللي صعاب المراس نسميها. الشخصيات الصعبة راح تلاقيها كل مكان، ودائماً أقول أن أي بيئة عمل
كل شخص يجيك أصلا عنده أفكار معينة، معتقدات معينة، صحيح. قيم معينة، مبادئ معينة، بيئة مختلفة هو تربى فيها. فأنت تخيل إذا إحنا مرات يعني مثلا إحنا مثلا وعيال عمتنا، مع أن إحنا من أهل، لكن تلاقي إنهم عندهم أفكار معينة، معتقدات صحيح معينة، مع أن إحنا أهل. فما بالك أنت في بيئة عمل ناس جايين من عوائل مختلفة وبيئات مختلفة. أنا أتكلم صحيح بيئات مختلفة اللي هي فيها قيم ومبادئ على حسب. فإحنا لازم نتقبل هذا الشيء. أولا كموظف لازم تتقبل ان انت لما تروح مش كل حد بيكون شراتك، مش كل حد بيكون نفس قيمك، مش بيكون نفس معتقداتك. فهذا القبول مهم جدا، اني انا راح اول شيء اعرف هذا الشيء عندي، هذا قبول. والثاني شيء اني انا اتعامل معاهم من مبدأ الاحترافية، بان احط في بالي اني انا وهم جايين عشان نحقق هدف، صحيح. جايين علشان نترك بصمة، بصمة إيجابية، أحقق أهداف المؤسسة اللي أنا أعمل فيها. فأنا لما أحط هالشيء ببالي ما راح آخذ الأمور اللي تصير بيننا نعم. بيرسونال، بطريقة شخصية. شخصيا. يعني إحنا هذه المشكلة اللي تواجهنا، مش إن إحنا عادي الكل يقدر يتعامل مع الأشخاص، على فكرة، الصعب المراس، اللي يبى يداوم، اللي ما يبى يداوم، اللي يبى يأدي مهام، اللي ما يبى، واللي يتأفف، ولا ولا ولا، عادي نقدر نتعامل، إلا في حالة إذا ما هذا الشيء مسنا شخصيا. صحيح. يعني أي كلمة تينا من أي شخص نحاول ما نخليها تمسنا هني داخليا شخصيا، نقول أوه هو قصد، هو جرحني، هو لا لا لا. أقول تعالوا خلونا نعيد تفسير الكلمة أو العبارة اللي وصلتني، بحيث أني أنا كيف أطور في مجال العمل، أطور مهارتي وأسلوبي وأخلاقي في مجال العمل. وإذا في حالة هذا الشخص الصعب المراس، أو طلعت مني كلمة أو عبارة أو فعل معين، لابد اني انا اكون حازم معه بطريقه حلوه، واتكلم معه واقول له يا فلان ترى هذا الاسلوب ما ينفع، وانا ما بتعامل بهالطريقه، وخلونا احنا اخوان ونشتغل مع بعضنا البعض. اذا هني انا قللت اللي هي نسبه السلبيه بيني وبين الشخص، نعم. وكذلك نفس الوقت اني انا كسرت الحاجز او التفكير او الظن السوء اللي كان بيننا. ممكن هذا الشخص ما كان قصده شيء، صح. بس هو اسلوبه مش حلو. صح. فانت استاذة مش غلط عائشة، ان انا اواجهه. نعم استاذة عائشة، يعني الموضوع هذا لعدة ابواب صح التعبير، وهي انماط الشخصيات وما يعني وتبعات هذا الموضوع. اليوم البعض كذلك يواجه صعوبة في تحقيق التوازن، انه يفصل ما بين مشاكله الحياتية والعملية، وكذلك بعض الموظفين او بعض الزملاء يحاولون انهم يقحمون الآخرين في مشاكلهم، يعني مثلا مشاكلهم حتى مع الزملاء الآخرين. فاليوم كيف الواحد يتعامل مع هؤلاء الشخصيات، وأنه ما يقدر يبتعد عنهم؟ لأن نحن دائما نقول أن مفروض طاقم العمل أو المؤسسة أو بيئة العمل لازم يسودها المحبة والاحترام، وأن الكل يعمل لأجل هدف معين، الكل بدءا من الرئيس إلى أصغر موظف في هذه المؤسسة أو هذه الدائرة. فاليوم كيف نقدر نتعامل مع هالمشكلتين اللي ممكن تقع، وممكن نحن يعني ممكن نحن أوقات نكون سبب أو الطرف في مثلا مشكلة معينة أو شيء دون أن نقصد؟ صحيح. إحنا كأشخاص أخوي، إن الإنسان عبارة عن كمية مشاعر، نعم. إحنا ما نقدر نفصل مشاعرنا، صحيح هذا الكلام، ولكن مثل ما تفضلت إحنا كيف نبني هذا التوازن. أنا كشخص كموظف، الحين إحنا بنتكلم عن جزئين مهمين أو جانبين مهم، نعم. أنا كموظف عندي مثلا مشاكل أسرية شخصية، وكمستقبل، نعم، أو أني أنا أستقبل من شخص ثاني هاي مشاكل. أنا كشخص إذا كانت عندي مثلا مشاكل الله يبعد الشر مثلا أسرية، وما حد يخلى من المشاكل، صحيح أصلا. أكيد بلا شك. فمثلا مشاكل أسرية، مشاكل شخصية، أو أن أنا حاس بضغوطات، وايد ضغوطات عمل، ضغوطات أسرة، ضغوط كثيرة. فأنا هني يعني اليوم الأبواب مفتوحة يا جماعة الخير. أنا أقول ما بغلط إذا أنت ارتحت لموظف معين وحسيت أن هذا ممكن يسمع لك، تستأذن منه في الوقت الصحيح، في الوقت المناسب اللي هو أنت تتكلم معه. مش على طول في أي وقت أنا بدخل وبتكلم وبعك كل ما في داخلي،
بالعكس، لأن إحنا هاي الساعات العمل إحنا محاسبين عليها، صحيح. فإحنا لابد إن إحنا نأدي واجبنا ومهامنا على أكمل وجه في خلال هذه الساعات أو أكثر على حسب اللي مطلوب منا. فأنا كشخص لابد إني أنا إذا كانت عندي مشكلة وشفت أحد الموظفين مؤهل إن هو يسمعني، ممكن أنا أروح وأشكيله وأتكلم، مش غلط مش عيب، ولكن ما أبحر كل شيء بجلس أتكلم، كل شيء بجلس أقول. فلا بد إني أنا أحط هالتوازن. إذا أنا ما ياس أوازن، أنا هني بضيع وقتي، بضيع وقت الآخرين، وما راح أنا أدي مهامي على أكمل وجه. بالتالي أنا أقول للأشخاص يا جماعة الخير، اليوم ما شاء الله الإنترنت متروس فيه معلومات، تثقف نفسك، عندك كثير من المستشارين اليوم ما شاء الله والخبراء اللي عندنا اللي ممكن يعني يساعدونك نفسيا على تخطي أزماتك الشخصية. فليش ما تلجأ لهم؟ بالعكس، إلجأ وشوف وتكلم وعقل في داخلك. صحيح. عشان شيء كثير من المؤسسات اليوم، المؤسسات الناجحة، كثير من المؤسسات يسوون اللي هو برنامج، يكون عندهم برنامج التوجيه والإرشاد. نعم. احنا ما نقول الشخصي، ولكن على الاقل اللي هو التوجيه والارشاد المهني. ومن ناحيه مثلا اذا كانت امور شخصيه، مثلا هو كثير مضغوط، يتكلم مع الكوتش ماله او المرشد ماله. نعم. او يتكلم مع الموجه ماله عن هالامور بحيث انه هو يساعد على ان نتخطي الازمات. الحين هذه من جانب انا كشخص عندي مشاكل. الحين انا اذا شخص متلقي، اذا انا متلقي ويجيني شخص، انا كل ما اشتغل كل ما اسوي شغلي يجيني واحد ددددد على راسي كذي صار لي كذي صار لي كذي، وهالشيء اذا كان مره مرتين تقدر تتحمله وتقول اوكي خلني في البريك، انا ممكن اتواصل معك او ممكن احنا نتكلم بالتليفون لاحقا، او مثلا هذا الخيار يرجع للشخص نفسه. اما اذا كل ساعه ويقاطعني ويتكلم، هني انا بروحي بحس بتعب باجهاد انا كمتلقي. نعم. لذلك لابد اني انا احط حد لهذا الشيء واقول الحين انا وقت عمل وانا عندي شغل اسوي، وخاصه على حسب يعني في ناس ما تتكلم تلاقيها ويدوب اذا كانوا في مشكله صدق صدق يتكلمون، فهذا صح. انت تقدره، لكن شخص كل يوم نفس الاسطوانه يعيدها انا اقول سوري، قول خير وصمت. استاذه عائشه لازم كل واحد يعني ينتبه لهذه لازم استاذه عائشه الواحد ينتبه لهذه المساله، ممكن اوقات يعني تاخذ الاحاسيس والمشاعر ويبتدي يصب كل ما في جعبته وما في قلبه للأشخاص المقربين له، فبالتالي لابد أن يكون حذر عشان ما يكون يعني زميل يعني مزعج أو ثقيل على 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 القلب، ويبتدي يسبب مثلاً أو يخلي مثلاً المقربين منه في الدوام ينفرون منه وما يحبون يجالسونه، وهذه شغلة لابد أن كل شخص ينتبه لها، لأننا قلنا في البداية يعني طبيعة اليوم مع عشرة العمر الزمالة أو العلاقات في العمل تكون أعمق، فالواحد ممكن يقول حق ربعه أو الموظفين اللي معاه مشاكله، فبالتالي صحيح. لابد أن ينتبه لهذه النقطة. الأستاذة عائشة طبعا أنا عندي نقطة مهمة. تفضلي تفضلي تفضلي. أنا عندي نقطة بس سوري، لأن هذا الشيء وايد مهم نتكلم عنه. أنا أقول حق الناس أن ترى ما بكل حد مستشار. صح. مش كل حد عنده الأساليب والتقنيات اللي ممكن تساعد الآخر على حل مشاكله. أنا ممكن أرتاح لمثلا زميلة عمل وأقول لها، لكن هي مش مستشارة، هي ما عندها الأدوات والتقنيات اللي هي ممكن تساعدني وتنتشلني مما أنا فيه. نعم. فالحذر، كل الحذر، تروح عند واحد مختص أفضل ما أن بس تعقق مشاعرك كذي وهني وهناك. صحيح. فهذا الموضوع نعم. وايد مهم. استاذ عائشة سؤال اخير في اقل من دقيقة، اليوم الموظف قد يتعرض لقلة تقدير من قبل زملائه ومسؤولينه في العمل، كيف يتجاوز هذه المشكلة ولكي لا تؤثر سلبا كذلك على عمله ومجهوده اللي قاعد يبذله في عمله المؤسسي او في اي يعني عمل او بيئة عمل اخرى؟ نعم، أنا دائما أقول إذا ما قدرت نفسك ما حد راح يقدرك. نعم. إذا ما قدرت عملك اللي أنت تقوم فيه ما حد راح يقدرك. لذلك لابد إني أنا كموظف أبدأ أقدر عملي، على أنا أقدر عملي علشان أنا يتم تقديري. نعم. رقم واحد. رقم اثنين، لا تتوقع شخص آخر ممكن يقدرك. فلذلك أنا كشخص لابد إني أنا أبدأ أؤدي مهامي على أكمل وجه. نعم. وبعدين أطلب ذلك التقدير. كيف أطلب ذلك التقدير؟ بحيث مثل ما قلنا إن بجودة عالية، إذا أنت قدمت عملك بجودة عالية صدقني الكل راح يقدر ذلك. نعم. ونتمنى احنا يرجع لنا. نعم. احنا مرات احنا نسوي اشغال كثيرة ونقول لا والله ما حصلنا تقدير. إذا كيف ما حصل تقدير؟ في النهاية انت بلاقي راتبك سوري يعني.
خلونا صحيح عمليين شوية يا جماعة الخير. صحيح نعم التقدير قد يكون على كلمة شكرا، على كلمة يعني جزاك الله خير، لكن مرات احنا نطلب تقديرات كبيرة، صحيح من حقنا، نعم ولكن بعد المؤسسة لها قوانين معينة تمشي عليها، أنظمة معينة تمشي عليها. فأنا لابد أني أنا مثلا إذا ما حصل بالتقدير لا بأس أني أنا أروح حق مديري أو يعني رئيس القسم عندي أقول له يعني صحيح أنا أحس أني أنا ما تم تقدير عملي. تكلموا، تحدثوا، حاوروا، صح ليش ماشي موضوع هاي الشفافية؟ حاور بإيجابية، حاور وأنت كل في نيتك كل خير. صحيح فالموضوع صحيح هذا صحيح أنا ممكن يتم عندي سوء ظن إلى أن أنا أبدأ أتحدث. فتحدثوا وخلوا قلوبكم مفتوحة وإن شاء الله خضراء إن ودربكم شاء الله يا خضراء. رب. شكرا لك أستاذة عائشة زعابي، خبير تطوير شخصي ومهني، على هذه المعلومات القيمة، والله يوفق الجميع إن شاء الله دائما وأبدا، وإن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية كل من يشاهدنا ويستمع لهذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا لك مرة ثانية.